بعد أن أدرجها الكثيرون في خانة القمامة والتي لا جدوى منها، وجدها آخرون مصدراً مثالي للظفر بأموال وتحقيق الرزق، حيث حولت هذه الإطارات البالية إلى نعال نافعة تحمي الأقدام فور نزع الزوائد. هي لمسة إبداع جديدة تفنن فيها كينيدي وزملاؤه. فإعادة استعمال إطارات السيارات التالفة هي عملية جديدة عوضت عملية حرق الإطارات التالفة والتخلص منها، وهي أيضا خطوة جديدة لخلق مناصب شغل، كما أنها خطوة جريئة لحماية البيئة من خطر التلوث. تحويل إطارات السيارات التالفة إلى نافعة هي مهنة جديدة ذاع صيتها في كينيا ولاقت استحسان سكانها، وأمل كينيدي ورفقائه اليوم تشجيع هذه الحرفة الجديدة ونشرها خارج موطنها. فهل ستعمم التجربة لتحويل ما هو ضار إلى نافع وما هو بلا جدوى إلى فائدة؟